السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف على حضرتك. انا ماما نور من الثوار التحرير. النهارده شاركتي في المظاهره اللي انطلقت من التحرير من ايوه طبعا انا مشاركه فيها وكنا بندعي ليها كمان. طب ايه النهارده عملتوا ايه؟ النهارده رحنا لحد الوزاره ورجعنا هتفنا كتير طبعا كان العدد كبير كنا مبسوطين اكتر من يوم الجمعه. فاحنا هو الناس كتير قوي عايز تنزل بس هم بيقولوا محضرين نفسهم ليوم 30 ان شاء الله. فاحنا بنقول بنوصل رساله يعني الاستاذ عصام شرف هو قال كلمه ومفروض ان هو يبقى اسم على مسمى كلمه شرف. هو قال انا لو ما عملتش للثوره واهداف الثوره وحققت اهداف الثوره يعني عداله حريه المفروض هو يحقق لنا ده حال الشعب المصري ده ما يقفش يتفرج علينا يعني هو اقوى مننا هو اقوى من الشعب اللي بيقف ده دلوقتي ومش خايف ان هو يتضرب بالرصاص وبعدين العمر واحد والرب واحد المفروض هو يبقى قد كلمته هو ادى كلمه شرف لازم لو على موته يعني انا عن نفسي واقفه هنا وبقول ممكن اموت باجي بتشاهد على نفسي وممكن اموت لان محدش هيموت ناقص عمر فهو يبقى قد كلمته ويحاول يحقق للثوره دي يقول للثوره دي ان في حد بيضغط عليه المجلس الاعلى حد من الخارج حد من اي جهه كانت هيقول للشعب انا خايف او انا في ضغط عليا الشعب كله هيقف معاه عشان هو اول ما مسك واتصل بناس هنا في الاعتصام واحنا قاعدين قال خليكم قاعدين في الصينيه عشان انتوا مصدر الضغط ليا وما تمشوش وبعد كده طلع قانون ان يعاقب على الاعتصامات وعلى يجرم الاعتصامات وكمان قانون الطوارئ ده افظع حاجه ده اساسا اللي الشعب قام عليه واختلف هو والشرطه عليه يعني ده النصيبه السوداء اللي هي في البلد لان بياخد عامل على باطل على الضابط بينزل كل همه ياخد فلوس يلم فلوس وياخد رتب ان هو جاب قضيه فبيلبس الشريف وسايب الحرامي هو سايب الحراميه ماليه البلد هو عارف يمسكهم وممكن يمسكهم ومش عارف يمسكهم يقول للشعب استند معايا والشعب الشريف والشباب بتوع الثوره وستات الثوره كمان تقف معاه وتعرفوا مين البلطجي ومين بتاع المخدرات ومين المجرم ومين اللي بينصب احنا عارفينهم واحد واحد هنا في الميدان فهم اللي مسلطينهم عشان يبوظوا الامن ويبوظوا امن مصر عشان الناس تقول ايام حسني كانت كويسه واستقرار وبعدين دي خلاص دي بقت اسطوانه بقى هو كل شويه يغلط ويطلع لنا حاجه وهيجي ثوره الثوره دي لو فضل منها واحد وبقول لو انا بس هتفضل برضو حيه هي في الانعاش بس احنا هنحييها برضو بقينا نجيب لها من بره مش من بره يعني بره خالص من بره مصر يعني من بره الناس اللي هي الوحشه من بره الميدان هنجيب لها ناس هتحييها برضو ثوار هيصحوا برضو مصيرهم من يوم الايام اللي نايمين هيصحوا واللي قاعدين زي ما بيقولوا عليهم ان هم بتوع الكنب دول ولا المتفرجين على الشعب هيصحوا ويفوق لان قانون الطوارئ ده اكبر نصيبه اتحطت على مصر وعلى شباب مصر دمرت نص شباب مصر وحبسه نص شباب مصر لكن هم عارفين البلطجيه وهم مخرجين البلطجيه انا مش هقول هم البلطجيه عشان عيب عشان انا مش هغلط فيهم لان دول برضو دول القوه بتاعتنا مش هينفع ان احنا نعيش من غيرهم ولا هم يعيشوا من غيرنا هم عايشين بينا واحنا عايشين بيهم لازم نحترم بعض ونقدر بعض ولازم ان احنا نخاف على مصر مصر انا واقفه هنا عشان مصر مش عشان اي حد تاني عشان مصر مصر دي شيء عظيم شيء جميل بس يا خساره محدش عارف قيمتها وبقول للشعب اصحى وحافظ على مصر اصحى وحافظ على بلدك جميله ومشكره لحضرتك قوي 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 العفو